بركاته. اليوم درسنا للصف التاسع عن جهازات الدعامة والحركة. أول إشي جهاز الدعامة والحركة عندي بتألف من الهيكل العظمي والجهاز العضلي. الهيكل العظمي دي بتألف من مكونين رئيسيين هما العظام والمفاصل والغضاريف. عندي تبلغ عدد عظام الشخص البالغ 206 عظمات. لا الهيكل العظمي دور مهم جدا في جسم الإنسان، بدايتها حماية الأعضاء الداخلية وإعطاء الجسم الشكل المميز، بالإضافة أنها تساعد الجسم على الحركة وتنتج خلايا الدم المختلفة. الهيكل العظمي عندي بتألف عندي جسم الإنسان من جزئين رئيسيين هم الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. عندي بداية الأمر الهيكل المحوري عندي بتتألف من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري، زي ما عندي موضح عندي بنموذج الهيكل العظمي. عندي هيها عندي الجمجمة، وعندي بالإضافة لا اللي هي العمود الفقري، وعندي القفص الصدري. أول إشي عندي الجمجمة لها دور مهم جدا، لهي بتحمي الدماغ عندي، بالإضافة عندنا هون عندي العمود الفقري بتحمي النخاع الشوكي، والقفص الصدري زي ما أخذنا بجهاز الدوران والجهاز التنفسي بتحمي عندي القلب والرئتين. اللي عندي الهيكل الطرفي بيتكون من أطراف عضوية وأطراف سفلية للوح و ذو القوى وعظام الحوض، هيها بداية الأمر عندي هذه الأطراف العلوية، وعندي بالإضافة هون عندي الأطراف السفلية عندي عظام الحوض زي ما وضح عندي في النموذج، وعندي لوح الكتف وعظام الترقوة.